اهلا بيكم في عالم العالمين، يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا انواع كتير من الانشطه من الفنون والرياضه والترفيه في صوره متميزه على ارض العالمين الجديده. الحقيقه امبارح كان في فعاليات كتير متميزه، كان ابرز حاجه فيها حفل الفنان عمرو دياب في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، الحفل اللي حقق نجاح كبير جدا، والجمهور الحقيقه توافد باعداد كبيره على اليو ارينا من مختلف الفئات العمريه. ورغم التوافد الكبير للزوار إلا أن المدينة كمان شهدت تنظيم لحركة المرور بشكل كبير، وده سهل على كل الناس أنها توصل وتتابع فعاليات حفلة عمرو دياب، وكان في تنظيم على بوابات دخول الحفلة على أعلى مستوى. الفنان عمرو دياب حرص في بداية حفلته بمهرجان العالمين على أنه يقدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها الرائع، وطبعا الألعاب النارية زينت سماء مدينة العالمين الجديدة خلال حفل الهضبة واللي قدم فيه مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، وطبعا لقت تفاعل كبير على المستوى الجماهير اللي كانت موجودة في الحفلة. خلينا نروح للجانب الرياضي، كان فيه كمان مشاركة من الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية في فعاليات مهرجان العالمين، وده من خلال تنظيم مهرجان رياضي تضمن رياضات مختلفة، رياضات الشارع واللياقة، وحضروا 300 مشارك. ده كمان بيجي في إطار دور الاتحاد الرياضي والمجتمعي، وبيتماشى مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يشجع كل أفراد المجتمع المصري على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة بالتأكيد بتحسن الحالة الصحية والنفسية لأي شخص. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كمان كان أطلق أكبر مبادرة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كل أفراد الأسرة المصرية في كل أنحاء الجمهورية، مبادرة إيجي فيت بتستهدف ما لا يقل عن 10 مليون من أفراد الأسر المصرية بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، وده يمكن هدفه الأساسي نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع المصري من خلال تنظيم فعاليات ومهرجانات رياضية في كل المحافظات والميادين المصرية. كمان الحقيقة في تعاون ما بين الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ووزارة الشباب والرياضة، وتم تنظيم بطولة العالمين الجديدة في الألعاب الترفيهية اللي شهدت مشاركة من 400 لاعب في الألعاب المختلفة زي الطاولة والدومينو والراكت والكيرف بول. البطولة كمان بتيجي ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة في إطار مهرجان العالمين بتعاون مع الشركة المتحدة. أيام قليلة كمان وهينطلق أو هتنطلق منافسات نبتة للأطفال، مسابقة اتخذت من طائر أبو إردان تميمة ليها، والمسابقة مكونة من 5 فئات علشان تشجع الإبداع في المحتوى بالنسبة للطفل والأسرة المصرية. مهرجان نبتة الفعاليات المختلفة ليه هتنطلق مع منتصف شهر أغسطس الجاري، والحقيقة المبادرة أو نبتة هي نقلة نوعية في عالم الترفيه والتعليم للأطفال، هنشوفها في مهرجان العالمين الجديدة، هدفها تسليط الضوء على تنمية مواهب الأطفال وكمان إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة والمتميزة، أكيد هنتابعها على مدار متابعتنا لأنشطة المهرجان المختلفة. نبتة فيها العديد من الورش المفيدة للأطفال زي ورشة الحكي اللي بتساعد الطفل إنه يعيش تجربة مميزة بيلعب فيها، وتجربة فيها تصوير وبيتعرف كمان على أصدقاء جداد. الأطفال ورشة الحكي هتكون يوم 16 أغسطس وهيتكلموا فيها مع عدد من النجوم، منهم طبعا أحمد أمين منسق المبادرة والفنانة سوسن بدر وحاتم صلاح والكاتب عبد الرحمن جويش. نبتة بتيح للأطفال فرصة للمشاركة في تصميم شخصيات كرتونية في عالم الستوب موشن، وده يوم 17 أغسطس بمشاركة المخرج حازم جودة لتعليم الأطفال إزاي يحركوا الشخصيات وكمان يقدروا إن هم ينشئوا قصص خاصة بيهم.